الطالبه اول حاجه بتدخل على موقع التنسيق وبتدخل برقم الجلوس بتاعها، بتدخل على رقم الجلوس وبتسجل رقم جلوسها، وبالتالي التنسيق بيديها موعد لأداء الاختبارات، ولكن الموعد ده بيكون ميعاد استرشادي. بعد كده الطالبة بتدخل على لينك لجامعة حلوان، اختبارات قدرات جامعة حلوان، بيطلع لها كود الدفع. بمجرد ما بيطلع كود الدفع بتطلع تدفع المصاريف بتاعت القدرات من مصاري أو أمان، وبتطبع الإيصال، وبعد كده بتحدد لها تاني، بتدخل تاني على اللينك بتاع قدرات جامعة حلوان وبيحدد لها موعد للاختبار، وبتيجي بعد كده تأدي اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة. والله الطالبات ابتدت تسجل على موقع التنسيق من يوم 5 ومستمرين ليوم 19 إن شاء الله. لا، هي اختبارات، أول حاجة الاختبار عندنا الطالبة بتيجي تملى الاستمارة، وبعدين بتدخل اختبار طبي مبدئي علشان نضمن إن سلامة القلب وأجهزة الطالبة، يعني اختبار مبدئي للطالبة. وبعدين بيبقى في عندي اختبار قوام، الاختبار القوام ده علشان أضمن إن الطالبة خالية من أي تشوه قوامي، والطول والوزن، واحنا لينا عندنا الطول لا يقل طول الطالبه عن 155 سنتي، والوزن طبعا طبقا لمعادله احنا بنطبقها علشان يبقى في تناسق بين الطول والوزن. بعد كده بعد الاختبار الطول والوزن والقوام، الطالبه بتدخل اختبار الشخصي، وده بيبقى اللجنه مكونه من سياده العميده والوكله، وبتبقى عباره عن بنسال الطالبه علشان نشوف النطق بتاعها، نطقها كويس، المعلومات العامة بتاعتها تكون كويسة، وخصوصا المعلومات الخاصة بالجانب الرياضي ومعلومات عامة، وإضافة للشكل والمظهر، المظهر الطالبة لأنها تكون تصلح لأنها تكون طالبة في كلية تربية رياضية. لا، وطبعا لغاية دلوقتي نتيجة الثانوية العامة ما ظهرتش، فالاختبارات بتؤدى، الطالبة بتدخل وبتاخد ميعاد للاختبارات وبتؤدي الاختبارات قبل نتيجة الثانوية العامة، وبعد النتيجة برضو بيبقى عندنا الأعداد بتزيد قوي بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة. دلوقتي ده اختبار قدرة الرجلين، الطالبة بتقف على خط البداية وبتعمل وثب طويل للأمام اللي هو اختبار الوثب العريض من الثبات. احنا طبعا مقسمين الأرض وعاملين لها سنتيمترات وأمتار بحيث ان احنا نحدد المسافة اللي بتقوم الطالبة بالوثب وبحدد المسافة. طبعا من ضمن الحاجات الجميلة اللي اتعملت السنة دي ان في برنامج الكتروني على عملناه علشان اختبار القدرات، ان احنا بندخل كل الداتا الخاصه بالطالبه والبرنامج بيبتدي يترجم سواء كانت مسافه او زمن، وبيترجمها لدرجات، والدرجات دي طبقا لما حدده المجلس الاعلى للجامعات وقطاع الرياضه، قطاع التربيه الرياضيه بالمجلس الاعلى للجامعات. We'll be right back.